حط تحتيها 100 خط، ارجع بذاكرتك للتواريخ كلها واللعيبه المحبوبه في النادي الاهلي اكتر من اللعيبه، كل اللعيبه محبوبه ولكن في درجات، هتلاقي اللي بيبقى درجته اعلى اللي روحه اعلى واللي اقوى. الحاجه الثانيه المهمه، مش هنستحمل انك انت لا قدر الله ما يحصلش دي، انك بس يا كابتن النصر والهزيمه من عند الله طبعا، ولكن اديني روحك صح، اديني جري، اديني شغل كويس جوه الملعب، اداء متميز جوه الملعب، روح. بص اديني روحك بس وتركز جوه الملعب هتكسب، محدش هيقف جنبك ولا حاجه قصادك ابدا. دايما احنا بنتكلم على تميز لعيب النادي الاهلي. ايوه تميز لعيب النادي الاهلي اعلى كتير قوي من الفرق الاخرى، علشان كده احنا لما بنيجي نتكلم اديني روحك بس. اللي زعلني انا اكيد يعني في فترات انا عمري ما ازعل، وعارف الظروف ان بزعل ان احنا نخسر، ان احنا انا ما بزعلش بالعكس، لان انا عارف ان اقوم بسرعه، لكن انا زعلت الفتره اللي فاتت من بعض اللاعبين، من الروح بس مش من ادائهم. ان شاء الله مباراه عوده الروح النهارده ان شاء الله النهارده متفائلين حاجه جديده، وشخصيه النادي الاهلي بقى والله باذن الله رب العالمين، يدونا كل لعيب بالملعب، يدينا اللي يقدر عليه ويبقى يموت نفسه جوه الملعب وروحه تبقى عاليه، والنصر والهزيمه من عند الله، والنتيجه مش هنزعل منهم بالعكس هنفرح بيهم، بس يدونا الروح والجدعنه والقلب اللي بيحصل ده اللي هيحصل النهارده ان شاء الله. كابتن نتمناه باذن الله. ايه رايك كابتن بلال؟ اكيد الكلام اللي قاله كابتن علاء وكابتن عادل ده كلام مهم جدا.